يا شباب في سؤال في اي حاجه؟ الحته بتاعت الدايركت كوست والفاريبل كوست دي وقعت لكم يا جماعه؟ عين وقعت لي وايد. تمام. هي بس شنو الزول ما يخوت انه هم منفصلات من بعض، هم ما منفصلات من بعض. بالذات الفاريبل والدايركت يعني ممكن يكونوا مع بعض، والفيكس والاندايركت ممكن يكونوا مع بعض، لكن في النهايه هم ما اي واحده منفصله من الثانيه، يعني حسب يعني حسب السيناريو وحسب ال حسب السيناريو وحسب اللي اسمه شنو حسب بعدين المشتريات اتعملت كيف. فنحن لما نجي في الحته بتاعت البريوترومن الحاجه بتقع لكم اكثر يعني. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذ خالد. كيف الأخبار دكتور؟ الحمد لله على السلامة. الله يسلمكم، آسف للتأخير والله. لا ما في مشكلة، الله يديك العافية. الله يسلمك. هم معلش إجابة السؤال اللي طلعت شنو عشان ما حضرناها؟ السؤال أيوه بتاع الفاريبل. أيوه طيب أنت وقعت لك الحتة بتاعت الفاريبل والفيكست يا خالد؟ تقريبا الفاريبل مش الحاجات القيمه الغير ثابته للمشتريات. نعم ايوه. والفيكس الحاجات الثابته يعني زي ما قلت كده. أيوة. كمثال ايجارات وحاجات زي كده. ايوه دي قيمه ثابته. نعم. الحاجات المتغيره الثانيه اذا كان عندك عمال باليوميه، اذا كان عندك حاجات بتجيب بشكل متقطع فبالتالي سعر السوق فيها ما ثابته، دي الحاجات المتغيره. تمام بالضبط كده بالضبط كده. في سؤال يا شباب قبل ما نمشي اول حاجه نشكر خالد يا اخي، جزاك الله خير يعني على الترجمه، ويعني ده مجهود والله يعني مقدر منك. فيا ريت الحاجات دي يا جماعه تحتفظوا بيها، يعني تبقى لكم زي الديكشنري، او تبقى لكم زي الفلاش كارد يعني. لسن لير ريجستر. الله يديك العافيه، انا احاول ارتبها كده على حسب المحاضرات. خالد انت صوتك بعيد والله، انا عندي مشكله في الصوت. صوت بعيد؟ ما مسموع؟ مسموع. تمام. تمام. لسن لير. آخر دقيقة يا شباب، نديكم دقيقة لو في سؤال، في استفسار، في حاجة ما واضحة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله أستاذة نهاد. الله يسلمك، تسلم. السلام عليكم الناس، الحمد لله على السلامة، قدرنا خشينا. الله يديكم العافية، ليلة أنا المتأخر. لا ما في مشكلة. عرفناها تكنيكال ايشو. لا تكنيكال ولا حاجه، الشغله فيها فطور متاخر، الزول ده ما خلاص جاي البلد دي الفطور الساعه يا سيد. انت عارف انت يا جني من وين؟ الموضوع ده اسهل، الموضوع ده اسهل عارفه غيرك. الشغله دي بيجي فيها الفطور الساعه 9 تاني، توقعوا الكلام ده كل يوم. ها لو كان 10 10 تحت الله. ايوه يا دكتور، نحن اسمع نحن لايف على الفيسبوك وعلى الدنيا كلها. اي أيوة والله. الله يعيب بس. اي والله. كيف يا دكتور؟ مساء النور. عليكم السلام، مساء الخيرات، نسرين، كيفك؟ تمام. اولادك دول شاطرين شديد ما شاء الله. لا ما شاء الله والله انا صراحه يعني انت عارفين انتوا بقيتوا، انا ذاتي بقيت يعني خلاص جبت الكتب وطلعت يعني بعد شويه حصور لكم الشيت الراديم الزمان كلها مشيت طلعتها عشان اراجع فيها، عشان بعد شويه عامر يجيني بسؤال كده كريتيكال اناليسيس وخالد والجماعه ديل ما 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 هنا يعني شرسته معانا عباقره. اي ما شاء الله والله خليت يعني حيرونا
حيرونا عامر ومنو تاني في شو زبير ولا منو عامر ولا لا ما شاء الله عامر والزبير وخالد وسام أيوة. يعني أيوة. كلهم بالمناسبه ومحمد رسول الله يعني. ما شاء الله انت عارف نحن تغشينا سايق قالين روحنا رهاب طلعوا هو مرهم مننا ساكتين ساي بس لا لو لسه وخلوا شفت الدكتور وهاب والله ده هو ما كان فاضي لنا لكن خلوا بس يفضلينا شويه يعني تمام بس انا عايز الفضل الناس كلها مقفوله ادوني بس انا 3 يوم الا تجرو كلكم هاي لا اقول لك نبدا يا شباب ايوه طيب يا جماعه في حاجه الحته بتاعت بس ريح كده اعمل لكم ليها ريكاب الحته بتاعت التايب اوف كوست نحن عندنا 4 تايب اوف كوست اللي هي الفاريبل والفيكس والدايركت والاندايركت هم يا جماعه ما مفصولين من بعض يعني ما انا لو قلت مثلا والله يا اخي مثلا الرسوم بتاعت المحليه مثلا دي مثلا مش هي فيكس لكن ما دايركت لا انت ما تحسبها كده هي فاريبل وممكن تكون اندايركت وممكن تكون فاريبل وممكن تكون دايركت عندك مثلا الايجارات بتاعت المكاتب مثلا بتاعت الشركه دي فيكس ممكن تكون دايركت وممكن تكون اندايركت كويس يعني حسب انت المكاتب دي انت مؤجره بس للمشروع ده وبنهايه المشروع انت حتسلم المكاتب ولا المكاتب دي بتاعت الشركه انت الشركه اجرتها عشان تدير منها المشروع ده وعشان برضو لو جات مشاريع ثانيه انت يكون ده البيس بتاعك في الحاله دي نحن بنسمي الكوست ده بنسميه اندايركت لانه ده الكوست الاندايركت اللي عنده علاقه بالمشروع وعلاقه بالشركه الام الشركه يعني الشركه بتاعت المشاريع ذاتها تمام فالحته دي بس ما تعمل لهم كونفيوجن طيب نحن الليله ان شاء الله حنواصل في الكوست مانجمنت في الكوست مانجمنت يا جماعه عندنا خلونا نشوف الاجنده بتاعتنا شنو حنتكلم عن الديتيرمين بودجت في الديتيرمين بودجت يا جماعه عندنا في خلاص نحن حددنا عملنا البلان بتاعتنا الكوست مانجمنت بلان عملنا الاستيميشن بتاع الكوست بتاعنا بتاع الحاجات كلها عملنا لها استيميشن تمام نحن حنجي نخطها في القالب بتاع الميزانيه تمام نحن امبارح اتكلمنا بسيط كده عن الميزانيه الانبوت بتاعتها والاوتبوت والتول اند تكنيكس اهم حاجه يا جماعه في البودجت احنا دايرين نطلع بالبيس لاين بالكوست بيس لاين تمام طيب في الكنترول بودجت يا جماعه عندنا في نحن حنعرف انه والله حنعمل كنترول للبودجت بتاعتنا بتين نعرف 200 نتصرف 200 لو البودجت بتاعتنا دي قربت تنتهي والبروجكت بتاعنا لسه ما انتهى تمام في حاجات معينه احنا بنظبط بها الحاجه دي تمام عندنا حاجه اسمها الاند فاليو مانجمنت دي مهمه جدا نحن حنتكلم عنها الليله وحنكملها بكره فالاند فاليو مانجمنت يا جماعه دي مهمه جدا لانه هي دي بتحدد لك انه البروجكت بتاعك ده ماشي صح اون تراك البروجكت بتاعك ده اوفر اهيد او يعني متقدم ولا البروجكت بتاعك ده ورا تمام ففي فورمولا معينه انت عن طريقه بتقدر تشوف البروجكت بتاعك ده وين واقف طيب في الديتيرمين بودجت بروسيس يا جماعه نحن البروجكت استيميت كان نوت بي كومبليتد ويزاوت ريسك مانجمنت اكتيفيتيز ان انكلوجن اوف ريزيرفز يعني انت دائما يعني لما تيجي تعمل البودجت بتاعتك دي وتعمل الاستيميشن بتاعك لازم تجي تعمل تضيف لهم الريسك مانجمنت اكتيفيتيز تمام يعني في حاجه اسمها ريسك مانجمنت اكتيفيتيز دي ان شاء الله هنجي نتكلم عنها في الريسك دي لازم انت تخلي لها ميزانيه برا في الـ من الميزانيه بتاعت المشروع لازم تحط لها حاجه كده بالجنب عندنا الكونتينجنسي ريزيرف اللي هي دي يعني لو لاي حاجه مثلا يعني حصل في خطر في ريسك في كده انت بتكون برضه في انت خدت له ريزيرف يعني احنا عندنا تو ريزيرف مانجمنت ريزيرف وعندنا كونتينجنسي ريزيرف تمام المانجمنت ريزيرف يا جماعه ده شنو ده انت بتخليه لانفورسين ريسك اور تشينج يعني حاجه ما متوقعه يعني حصل فجأة كده حاجة أنت أصلا ما خدتها في حساباتك كلها حصلت فأنت لازم لما تيجي تخط الميزانية بتاعتك تخط لها حاجة اسمها المانجمنت ريزيرف يعني بتكون خدت لها نسبة معينة من الميزانية بتكون خدتها لجنب للحاجات دي
عندك الكونتينجنسي ريزيرف ده للريسك تمام. يعني انت متوقع والله عملت الاستيميشن بتاعتك عملت البلان حاش انه والله في ريسك بتاع الازعار دي ممكن تزيد ريسك بتاع انه والله واحد من اللودرز او الكرينز بتاعتي اللي برفع بيهم كويس ممكن يتكسر تمام. فانا خدت له يعني بروش كده بجنبه. فدي نحن بنسميها contingency reserve. contingency اي حاجه عندها علاقه بالمخاطر. management reserve اي حاجه ما متوقعه حاجه خارج الحسابات بتاعتك تمام. طيب نجي نشوف عندنا يا جماعه في امس اتكلمنا عن البوتن اب استيميتس اللي هو بنبدا من هنا بنبدا من تحت كويس بنبدا من الاكتيفيتي استيميتس بنعمل لها استيميت من هنا بعد شويه بنبدا للورك باكج. انا مش قلت لكم من هنا البرك لكن الورك باكج ذاته ممكن انت تقسمها لاكتيفيتيز تمام. مشيت للورك باكج عملت لها استيميشن انتهيت من الورك باكج بتمشي للكنترول اكاونت تمام. من الكنترول اكاونت بتمشي للبروجكت استيميت. هنا عندك خدت انت الكونتينجنسي ريزيرف بتاعتك وخدت المانجمنت ريزيرف بتاعتك. فدي كلها الميزانيه بتاعتك يعني كل الاكتيفيتي استيميتس والورك باكج استيميتس بلس الكنترول اكاونت استيميتس بلس البروجكت استيميتس اضافه للحاجات اللي انت خدتها للمخاطر وخدتها للحاجات الما متوقعه دي كلها بنسميها شنو؟ بنسميها البودجت بتاعتك. الكونتينجنسي هنا يا جماعه الاستيميت بتاعك ده بلس الكونتينجنسي ريزيرف ده نحن بنسموه الكوست بيس لاين. فالكوست بيس لاين يا جماعه ما داخل فيه المانجمنت ريزيرف. دي نقطه مهمه جدا جدا. يعني الاستيميشن بتاع الاكتيفيتيز بتاعتك كلها بلس الكونتينجنسي ريزيرف ده نحن بنسميه الكوست بيس لاين. تمام؟ الكونتينجنسي الكونتينجنسي ريزيرف والكوست بيس لاين بتضيف عليهم المانجمنت ريزيرف عشان يطلعوا لك البودجت بتاعت المشروع كله يعني تمام. سؤال يا شباب اوكي. طيب نجي للكوست بيس لاين يا جماعه. الكوست بيس لاين اللي هو ده الفند الاوثرايزد فور بروجكت مانجر خلاص يعني ده المبلغ صدقوا لك كويس صدقوا لك السبونسر او الشركه عشان انك انت تدير بول المشروع بتاعك. ده داخل فيه الكونتينجنسي ريزيرف تمام. ما داخل فيه المانجمنت ريزيرف. فالمانجمنت ريزيرف ده دائما بيكون في الشركه فوق مع السبونسر. انت بتكون محسبه اي حاجه لكن ده بيكونوا خاطينه لك بالجنب هناك يعني ما بتدخله في حساباتك تمام. بتحتاج له لما تحصل حاجه غير متوقعه unforeseen situation يعني. طيب نجي مثلا زي ما قلت لكم الكيس الكوست بيس لاين بلس الريزيرف مانجمنت ده بيديك البودجت بتاعتك كلها تمام. الكوست بيس لاين ده يا جماعه الاكتيفيتي استيميت كلها بلس الكونتينجنسي ريزيرف. كليه يا شباب. طيب نجي نشوف الكومبوننتس بتاعت البودجت بتاعتنا ذاتها. ده نفس الكلام اللي قلناه قبل شويه كويس. عندكم هنا البروجكت بودجت دي كلها دي الاكتيفيتيز كويس او سوري دي البروجكت بودجت ذاتها بتتكون من شنو؟ بتتكون من المانجمنت ريزيرف وبتتكون من الكوست بيس لاين. عفوا يا دكتور في ناس في الانتظار. في ناس الغريبه ما ظاهر لي. يوسف بيقول انه هو انتظار. لا ما ظاهر لي. ماشي بالقديم بالكونكشن القديم يا دكتور. القديم ما شغال. خلاص انا القديم ما شغال. انا بنبدو على الجديد في الوصف الاخير اخر واحد. اوكي. نبهه يا خالد. لا نبهه هو غير الرقم بتاع الزوم. ايوه ايوه ايوه. نبه يا خالد. آخر واحد. صح كلامك صح يا ما فهمناه. محمد. انا كان عندي نفس المحاوله دي قبل شويه عشان كده. ايوه شايفك انت بتقول لي انا في الباب. انا كنت في الباب الغلط باب الغاب الثاني. اوكي.
طيب يا شباب خلونا نبدا من هنا كويس. عندك الاكتيفيتي كوست الاستيميشن بتاعك انت كله عملته كويس بلس الكونتينجنسي ريزيرف كويس. دي نحن بنسميها شنو؟ بنسميها الورك باكج كوست استيميت. تمام الورك باكج استيميت بلس الكونتينجنسي ريزيرف دي بتدينا الكنترول اكاونت. تمام الكنترول اكاونت بلس ال سوري الريزيرف الكنترول اكاونتس بعد ذاك دي بيجي بيدينا شنو؟ بيدينا الكوست بيس لاين. يعني دي كلها هنا الحاجات دي كلها هنا كويس دي بتدينا الكوست بيس لاين. الكوست بيس لاين بلس المانجمنت ريزيرف بتدينا البودجيت الكامله الميزانيه الكامله بتاعت المشروع بتاعنا. تمام فالحاجه المهمه ان نطلع بها من هنا يا جماعه هنا المانجمنت ريزيرف دي ما داخله في الكوست بيس لاين. يعني ممكن يجيك سؤال تريكي في الحته دي كويس فيقول لك مثلا يعني حصل انفورسين سيتويشن والمانجر حيمشي يمشي يغير في الكوست بيس لاين دي ما عنده اي علاقه بالكوست بيس لاين. دي حاجه خدتينها من الحاجات اللي ما متوقعه ما عندها علاقه بالكونتينجنسي ريزيرف ما عندها علاقه بالميزانيه بتاعت المخاطر. الميزانيه بتاعت المخاطر داخله في الكوست بيس لاين. تمام يا شباب تمام لو في سؤال ارفع يديك. طيب نمشي تفضل يا محمد. محمد عثمان محمد شايفك رافع يدك المايك شكل. ايوه كده الصوت كيف؟ الو دكتور بس كده معلش عيده ثاني معلش جدا ما في مشكله. طيب نحن يا جماعه البودجت بتاعت المشروع بتاعنا بتتكون من الحاجات دي كويس بتتكون من المانجمنت ريزيرف ده دي يا جماعه ده مبلغ بيكون دائما خاطينه للحاجات الما متوقعه. الشركه اول سبونسر بيكون خاتي له مبلغ كده للحاجات الما متوقعه يعني حاجه قد تحصل فجاه ما عنده اي علاقه بالبروجكت ما عنده اي علاقه بالريسك ما عنده علاقه بالشغل بتاع البروجكت حاجه تحصل فجاه يعني. تمام فده نحن بنسميه بالمانجمنت ريزيرف. يعني مثلا لا قدر الله جات مطره كويس نحن ما متوقعين تجي مطره في 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 الموسم بتاع الشتاء نهائي جات مطره مثلا بوظت الاسمنت. تمام دي انت ما دي ما محسوب لا حسابات ولا في الاسامبشن بتاعنا ولا في اي حاجه. تمام دي بتقوم بتعالجها بشنو؟ بتعالجها من المانجمنت ريزيرف من الاحتياطي الخطاه الاداره هنا. تمام طيب الاحتياطي الخطاه الاداره بلس الكوست بيس لاين. تمام ده بيكون لنا الميزانيه بتاعت البروجكت كلها. الكوست بيس لاين ده بيطلع من شنو؟ بيطلع من الكونتينجنسي ريزيرف اللي هو الاحتياطي الخاتم للمخاطر اللي انت حسبته از بروجكت مانجر خاتمه للمخاطر بلس الورك باكج كوست استيميتس يعني الاستيميت اللي انت عملته للاكتيفيتيز بتاعتك كلها ده بيديك الكنترول اكاونت اللي هو ده بيديك الكوست بيس لاين. تمام الورك باكج كوست استيميت ده طالع لك من شنو؟ طالع لك من الاكتيفيتي كونتينجنسي ريزيرف. تمام وطالع لك من الاكتيفيتي كوست استيميشن. يعني باختصار كده يا جماعه الكوست بيس لاين بتاعي بيتكون من التقدير المالي للكوست بتاع البروجكت كله زايدا على الاحتياط اللي انت خاتيه للمخاطر. ده احنا بنسميه الكوست بيس لاين. تمام الكوست بيس لاين على الاحتياط اللي انت خاتيه للحاجات الما متوقعه ده كله بيديك البروجكت بودجت. يعني لو نحن رجعنا للسلايد الوردي كويس بتديك فكره واضحه جدا جدا عن الموضوع ده كويس. دي هنا كل الاكتيفيتيز بتاعتنا الاستيميشن بتاعها ضفنا عليه الكونتينجنسي ريزيرف ادانا الكوست بيس لاين. تمام الكوست بيس لاين بلس الكونتينجنسي ريزيرف
سوري الكوست بيس لاين بلس المانجمنت ريزيرف ده بيديني الميزانيه بتاعت البروجكت كلها. يعني انا لو جيت حسبت القيم دي كلها ال 100000 هنا وال 850000 وال 125000 تمام بتديني بلس ال 105 بتديني ال 135 اللي هي دي البيس لاين. ال 135 ضفت عليها 68 اللي انتم خدتينها احتياطي لاي حاجه ما متوقعه بتديك ال 1423 او المليار و423000 دولار. تمام وضحت يا باشمهندسه؟ يا دكتور وضحت. شكرا لك. ايوه وضحت وضحت. الله يديك العافيه. محمد عثمان. ايوه دي ايوه دي مع دي انا نفس الفكره كنت داير اقول لك انه دي باعتبار انها دي للبوتوم اب استيميت لانه بتبدا من الاكتيفيتي استيميت وانت طالع. يعني حتى لو رجعت للجدول اللي بعد السلايد دي هتلقى انه لو اخذتها من اليمين للشمال ايوه هتلقى من الاكتيفيتي كونتينجنسي ريزيرف مثلا والاكتيفيتي هي الاكتيفيتي كوست استيميت دي اقل ليفل انت بتبدا بيه وبتطلع للاكتيفيتي كونتينجنسي ريزيرف مع بعض تجمعهم بيدوك الويت باكج كوست استيميت بتضيف لهم الكونتينجنسي ريزيرف بيدوك الكنترول بلس الكوست الكنترول اكاونت هيدوك الكوست بيس لاين بتضيف لهم المانجمنت ريزيرف هيدوك البروجكت باكج بالضبط كده. شكرا يا ابو احمد. ايوه الله يديك العافيه دكتور. طيب نحن نجي في فاينل تشيك قبل ما نمشي للكنترول باكج. طيب ال طيب after cost baseline and cost budget are determined estimate will make sanity check for their estimates. يعني انت دائما الاستيميترز لما خلاص انت يعني حددت البيسلاين بتاعك وحددت البودجت تمام برضو تاني الاستيميترز الناس القبيله جبناهم زي ناس باشمهندس عامر ومحمد عثمان وكده اي واحد عمل لنا استيميت تاني بنجي نقول لهم يا جماعه راجعوا لنا الاستيميشن بتاعكم ده راجعوا لنا عشان نتاكد انه احنا كله في سليم تمام. لانه انت بعد ده اول ما خلاص مضيت البيس الكوست بيس لاين دي ومضيت البودجت بعدين انت بتوديها للسبونسر الاسبونسر وافق عليها بعد ده طوالي بيديك الشيكات بتاعتك او بيديك القروش بتاعت المشروع عشان تبدا التنفيذ. طيب تفضلي يا استاذه. طيب ال الكاش يا جماعه الكاش فلو ده مفروض طوال يكون جاهز مجرد ما خلاص الحاجات دي يعني الاستيميشن جاهز والميزانيه جاهزه تمام. الكاش مفروض بعد يكون جاهز مع البروجكت مانجر عشان يبدا يشتري الحاجات بتاعته عشان يبدا يدفع للعمال عشان يبدا ياجر تمام. لو في ايجارات بتاعت ماشينري في ايجارات بتاعت مهندسين تمام هو طوالي يبدا فيها. فالزول اللي بيكون يا جماعه مسؤول من الـ من الـ من الـ من الموضوع ده هو البروجكت مانجر بالذات لما الشركه تكون لما يكون الاستراكشر بتاع الشركه يكون سترونج ماتريكس او يكون بروجكتايز. لكن لما يكون ويك ماتريكس او بالانس بيكونوا هم الاثنين مع رئيس القسم المفروض يكونوا الحاجه دي تكون يعني هم الماسكين الاثنين مع بعض تمام. لكن في كل الاحوال سواء كان في الحاله الاولى او الحاله الثانيه المفروض الكاش يكون جاهز معاون مع البروجكت مانجر كويس عشان يبدا بعدها ينفذ المشروع بتاعه. طيب يا دكتور. نعم. ال 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 السؤال قبل بتاع التست على انه البيز لاين هي للكوست استيميت ولا الديتيرمين بادجت؟ ويتش وان؟ معلش قولي سؤال ثاني. البيز لاين بتاعت المشروع اللي هي بالنسبه للاستيميت كوست ولا للبادجت ديتيرمين بادجت ويتش وان؟ لا هي كلها للديتيرمين اصلا احنا ما اتكلمنا عنها هنا في الحته دي كويس؟ هنا شايف البروجكت هنا البروجكت بادجت دي اللي هي بتتكون من الكوست بيز لاين والمانجمنت. ايوه يعني أيوة. يعني باختصار البروجكت بودجت دي شامله كل شيء. اي قروش اترصدت للمشروع ده دي احنا بنسميها البروجكت بودجت.
ايوه لكن الكورس بيس لاين ده دبل اكتيفيتيز بتاعتنا دبل اكتيفيتيز ولو حصل أيوة. اي تشينج ريكويست يعني عشان كده انت لما تكون بروجكت مانجر ويكون في تشينج ريكويست انت بتكون خدت في حساباتك هنا الحته دي الكونتينجنسي ريزيرف ايوه ايوه خدتنا للكونتينجنسي انا فاصل فشعره بسيطه بيناتهم يعني بالضبط كده ما هي انت لو شفتي هنا مثلا عين هنا شوف ال 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 الكوست كم الكوست بيز لاين 135 اللي هو 1,355,000 تمام الكونتينجنسي 150,000 بس يعني ال 150,000 اطرحيها من ال او بمعنى اخر الكوست البروجكت استيميت كويس الاكتيفيتيز بتاعت البروجكت كلها اللي هي 1,250,000 دولار تمام ادي لها كونتينجنسي ريزيرف 150 يعني اقل من 10% زي 8% ايوه تمام دي لما تجمعيها مع دي الاثنين بدوك الكوست بيس لاين يعني أيوة. انت لما تكوني بتديري في مشروع وجاك تشينج ريكويست والتشينج ريكويست ده لما جيتي عملتي له استيميت لقيت انك انت أيوة. محتاجه لقروش القروش دي حتمشي تجيبها من وين حتجيبها من هنا تمام فدل الحته بتاعتك هجيبها من وين القروش هجيبها من هنا من وين من هنا ما شايف ال اوكي ايوه تمام طيب الحاجه الثالثه لما نيجي يا جماعه عندك طبعا في البروجكت شارتر يا جماعه بيكونوا خاتين رف ميزانيه يعني حاجه كده يقول والله مثلا المشروع ده بتكلف 2,500,000 دولار مثلا يعني تمام ليه هم جابوا المعلومه دي من وين جابوها بقدر القروش اللي هم عندهم خاتينها للبروجكت ده يعني انت دار تبني لك بيت بيقول والله يا اخي البيت بتاعي ده انا عامل سيفنج انا مدخر لي زي 3 مليون تمام الثلاثة مليار دي يا اخي انت مشيت لمثلا شركه استشاريه قال لك والله اخذ 3 مليار دي ممكن تعمل لك البيت فده انت بتخطها في البروجكت كارتر بتاعك بتقول والله يا اخي انا الميزانيه بتاعتي الرصيده للبيت ده 3 مليار لكن لما جيت وعملت الاستيميت لقيت انك يا اخي ال 3 مليار دي لو خطيت عليها زي 100 مليون اللي فوق الامور كلها بتكون ظابطه تمام انت ما خلاص بعد ذاك لانك بديت تفصل او لقيت انه والله يا اخي 3 مليار دي انك انت يا اخي البروجكت بتاعك ده حننفذه لك ب 2 مليار و 990 مليون تمام فانت عندك 10 مليون دي خلاص بتطلعها برا البروجكت فده انت دائما في لما تيجي تعمل الاستيميت بتاعك برضه خد في بالك القيمه اللي خدتها قبيل في البروجكت كارتر لما الناس دي بدوا ومشوا فتشوا المشاريع القديمه لقوا انه والله مشروع زي ده نفس المشروع ممكن يكلفهم الرقم ده تمام فانت خلي انك انت لما تيجي تعمل الاستيميشن بتاعك ارجع للبروجكت كارتر شوف انه هل الاستيميشن ده بعيد من الحاجه اللي كانوا خدتها في البروجكت كارتر ولا قريبه لانه ممكن لو كانت بعيده ممكن تترفض لك لانك انت في حته بتاعت بلان تمام انت داير في النهايه البلاننج بتاعك ده كله الريسك مانجمنت بلان الكوست مانجمنت بلان انت داير في نهايتها انه ابروف باي السبونسر لانه ممكن السبونسر في النهايه يقول لك يا اخي والله لا الحاجه دي مثلا ما ظبطت كده غيرها فانت بتبدا في حته بتاعت تغيير ثاني كويس لانك انت انتهيت من اي بلان بتمشي تقعد مع السبونسر بتوريه والله ان احنا عملنا كده بقول لك خلاص اوكي بنضليك بقول لك جو اهيد تمام لما تنتهي من المرحله بتاعت البلاننج كلها بتاعت المشروع كلها بتعملوا اجتماع كبير كويس خلاص البلان كله بتناقشوا فيه وكل الحاجات ابروف بعدين انت بتبدا المرحله بتاعت التنفيذ فعشان كده انت لما تيجي تعمل الحته بتاعت الكوست دي دائما ارجع للبروجكت كارتر انه المبلغ اللي خدتينه كم حدود المبلغ اللي خدتينه وزي ما قلنا امس انت عندك 10 في عندك ماينس 25% وهناك 125 في كم 75 عندك ماينس 10 وماينس 5 وبلس 25 دي الميزانيه اللي خدتينها لك في البروجكت كارتر عشان ما الفرق ما تكون كبيره طيب نجي للكنترول بودجت دي اخر بروسيس في البروجكت كوست مانجمنت اللي هي دي شنو يا جماعه انت هنا بتبدا تعمل
البروسيس اوف مونيتورينج ذا ستاتس اوف ذا بروجكت تو ابديت ذا بروجكت كوست اند مانجينج تشين تو ذا كوست بلان. اول حاجه الكنترول بودي يا جماعه دي بتحصل في الحته بتاعت المونيتورينج اند كنترولينج. انت دائما بتراقب الصرف بتاعك تمام. هل الصرف ما طبعا هو الصرف بتاعك لازم يكون اول حاجه لازم يكون اقل من السقف بتاع الميزانيه دي نمره واحد. نمره اثنين يكون متوافق مع البروجريس بتاع المشروع بتاعك. يعني ما ممكن المشروع بتاعك يكون 20% وانت صرفت من من الميزانيه 90%، فكده معناه في مشكله. فانت لازم يكون شنو، يكون في هارموني بين الصرف بتاعك وبين البروجريس بتاع البروجريس دي. انت بتعملها كيف؟ نحن بعد شويه عندنا فورمولا بتحسب الحاجات دي. طيب عندنا حاجه يا جماعه، في حاجه اسمها فيريانس اللي هي متغيرات تمام. فالمتغيرات دي انت لازم تكون عامل حسابك ليها. في متغير في بيكون في متغيرات في الكوست، في متغيرات دائما بتكون في البيس، في البيس لاين اللي هي في السكوب والكوست والسكيدل تمام، اللي هي التايم. فديل دائما بيكون فيهم فيريانس، فانت لازم تكون دائما مراقبه ودائما يعني عارف انك انت لو حصل هنا الحل بتاعك شنو. طيب انت دائما از بروجكت مانجر يا جماعه زي ما اتفقنا انك انت تحاول اي تغيير اي مشكله تحاول انك انت تمنعها، تمنع الحدوث بتاعها تمام. لانه اي تغيير خلاص يعني طلع من يدك وما قدرت انت تعمل له يعني بريفنت، انت معناها حتعمل شنو، بيحصل شنو، انت معناها حتدفع قروش زياده، حتصرف من الميزانيه بتاعتك زياده. يعني مثلا انت في الـ في الـ في الكونتينجنسي ريزيرف الخاتي وخاتي 150000 تمام. لو حصل انك انت حصل عليك اي تشينج ريكوست انت بتمشي بتشيل منها. فتخيل انك انت عملت لك زي 5 تشينج ريكوست، والتشينج ريكوست الواحد عملته مثلا ب 20000 او ب 25000، معناه انت حتجي في لحظه بتكون انت نسفت انتهيت من الكونتينجنسي ريزيرف بتاعك قبل البروجكت ما ينتهي، قبل الحته بتاعت التسليم. ودائما الحته بتاعت التسليم دي هي الحته اللي بيحصل فيها دائما بيكون فيها شد جذب بينك وبين الكاستمر او الاسبونسر باعتبار انه التسليم. لانه دائما في التسليم بيكون في حاجات، والله لا الحته دي غلط، الحته دي دايره مراجعه، الحته دي عايزه شنو تمام. فانت دائما خلي الريزيرف كونتينجنسي الاحتياط اللي انت خدتيه هناك ده ما تهبشه الا في اخر حاجه. فده بتعمل شنو، انت تحاول انك تمنع التغيير. بتمنع التغيير كيف؟ بتظبط الاسكوب بتاعتك، بتظبط السكيدل بتاعك، بتظبط الاستيميشن بتاعك. طيب دائما يا جماعه انت بتعمل اللي هو بتعمل تشيك للبروجريس بتاع الريبورت سوري البروجكت ده للبروجكت بتاعك، ده على ضوء انك انت بتشوف والله البروجكت بتاعي ده تمام، الميزانيه بتاعتي تمام، البروجكت ده هيسلم في وقته كويس. دي كلها انت دائما تكون مراقبه، دي المراقبه مو انت البروجكت مانجر، يعني لازم تكون اون ذا توب اوف ذا جيم في الحته دي يعني. طيب واحدة من الحاجات اللي انت بتراقب بها البروجكت بتاعك الاداء بتاع البروجكت يا جماعه، عندنا حاجه اسمها البروجريس تراكنج. سوري البروجريس تراكنج انت بتعمله بحاجه اسمها الايرند فاليو مانجمنت. الايرند فاليو مانجمنت باقي المحاضره دي كلها احنا هنتكلم عن الايرند فاليو مانجمنت، وبرضه هنتكلم عنها بكره لانها هي مهمه جدا وبتدخل لنا في ثلاثه بيس لاين. طيب how much يعني كم في المية من الـ من الـ من الـ الشغل بتاع البروجكت ده انتهى يا جماعه، ده بحدد لك كم في المية من الـ من الاكتيفيتيز بتاعتك كويس. يعني مثلا انه والله يا اخي انا البروجكت بتاعي ده عمل 80% تمام. ال 80% دي معناها انه والله يا اخي انا 75% الامور كلها تمام، يعني اي حاجه عملت لها تشيك تمام، عندي 5% لسه ما عملت لكن تمام. دي من ناحيه، من ناحيه ثانيه انه والله يا اخي انا 80% برضه دي بتحدد لي انه انا صرفت من الميزانيه بتاعتي دي كم في المية تمام. فدي برضه نحن بنعملها بشنو؟ بنعملها بالان فاليو مانجمنت. الان فاليو مانجمنت دي فيها معادلات بتحسب لك الحاجات دي كلها. في سؤال يا شباب؟ الامور واضحه لحد الان؟ اوكي. طيب if
person complete cannot be guessed by performance. طيب لو انت والله يا اخي انا البروجكت بتاعي ده وصل 75% تمام، معناه فضل لي 25%. ال 25% دي انت لو ما قادر بالناس يعني بالناس المعاك بالتيم بتاعك ما قادر تشوف والله ال 25% دي اللي بيحصل فيها شنو، يعني ما قادر تتخيل انه اللي حيحصل فيها شنو ولا قادر تخمن. تمام، في حاجات انت مفروض تعملها عشان تطلعك من الحته الفيك دي. طيب عندنا حاجه يا جماعه اسمها رول 50 50، يعني انه والله انا عندي 50% من البروجكت انتهى و 50% من الميزانيه بتاعتي انتهت. تمام، معناها فضل لي شنو؟ معناها فضل لي 50% من الشغل و 50% من الميزانيه، معناها كده البروجكت بتاعي ماشي تمام، نص الميزانيه انتهت نص الشغل انتهى. ده لو كان شنو يا جماعه؟ دي في الحته انه الشغل مع الميزانيه، يعني ما معناه انه والله 50% من الميزانيه انتهت و 50% من الشغل انتهى، لكن ال 50% من الشغل انتهت دي ما حاجه، يعني ما حاجه كبيره لسه، يعني انا في ال 50 الثانيه دي عندي شغل اكثر. فانت دائما ال 50% دي تكون موزونه فعلا، يعني 50% من الـ من 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 الـ من الاكتيفيتيز بتاعت البروجكت تمام، و 50% من الميزانيه. عندي ثاني يا جماعه 20 80 20 80، دي شنو 20 80؟ انه والله يا اخي انا 20% من البروجكت انتهت كويس، و 80% 20% complete when it begins، يعني 20% انتهت و 80% فضل للميزانيه، يعني نفس الشيء 20 20 80، او العكس انه والله يا اخي انا عندي 80% من البروجكت انتهت و 20% من الميزانيه انتهت، لكن ال 20 اللي فضلت لي دي بتشيل ال 80% من الميزانيه. ده بالذات لما الشغل يكون فيه شنو؟ يكون فيه مثلا انت في البدايه مثلا احنا الشغل بتاع البنيان سهل تمام، لكن التكفيل دائما تشطيب لانه فيه حاجات كثيره، فيه شبابيك، ابواب، سيراميك، نقاش، يعني بياض، حاجات كثيره جدا جدا. فممكن انت البروجكت بتاعك ده 20% من الميزانيه تنتهي في ال 80% بتاعت الشغل، لكن ال 20 اللي فضلت تاخذ لك ال 80% اللي فضلت من الميزانيه. دي برضه ديبينس على المشروع بتاعك. عندنا زيرو 0-100 رول، دي لما تنتهي 100% من البروجكت بتاعك انك انت 100% من الكريدت بتاعك كويس، لما ينتهي هل انه البروجكت بتاعك ده انتهى ولا ما انتهى؟ لو انتهى الامور تمام، لو ما انتهى معناه انت عندك مشكله. تمام يا شباب، الحته دي واضحه ولا فيها مشكله؟ لا تمام، واضحه. طيب نجي للان فاليو مانجمنت. اول حاجه هي بتاعنا شنو؟ انه والله عندنا حاجه يا جماعه اسمها البلان فاليو. البلان فاليو دي استيميتد فاليو اوف ذا ويرك بلان، يعني انت مثلا خططت للشغل بتاعك تمام، الشغل المخطط ليه وده تمام، ده احنا بنسميه البلان فاليو. عندنا حاجه ثانيه اسمها الان فاليو اللي هو القيمه المكتسبه، وديك القيمه المخططه. طيب الاستيميتد فاليو اوف ذا ورك اكومبليشد، يعني الشغل اللي انتهى من الشغل اللي انتهى من البروجكت نحن بنسميه الان فاليو، والشغل لسه اللي خططنا له يعني مثلا اي حاجه نحن مخطط لها بنسميها البلان فاليو. الحاجه دي ما بتوضح بعد شيء في مثال بتبقى لكم واضحه. عندنا الاكشوال كوست، ده الاكشوال كوست اللي انت صرفته على البروجكت، يعني اي حاجه انت مثلا صرفتها مشيت دفعتها لعامر ده عشان يجي يديك كونسلتيشن، دي اكشوال كوست. مشيت اجرت مكاتب كويس في مثلا السوق العربي، دي اكشوال كوست. مشيت مثلا دفعت لخرط ودفعت لشنو، دي اكشوال كوست. تمام، فديل الثلاثه ديل يا جماعه الثلاثه مصطلحات دي مهمه جدا جدا، بعد شيء احنا في المثال الجاي ده حتكون لكم اوضح اكثر. طيب شوفوا السيناريو ده يا جماعه، انك انت عندك الدوك بروجكت بتاع بيت، والله قال لك البيت ده دايرين نعمل له رينوفيشن تمام، البيت ده هو مبني لكن دايرين فيه تغيير. طبعا دي الشغل بتاع المهندسين، ممكن الموضوع ده يقع لهم سريع جدا، اللي هو الترميم، يعني مسكت بيت ودار تنفض يعني زي ما بيقولوا الجماعه في المنطقه الصناعيه تمام. طيب انت خدت يا جماعه تصرف للبروجكت ده
$100,000 تمام. ده كله اللي انت خدتيه للبروجكت ده، عملت الخطه بتاعتك الاستيميشن بتاعك انك والله خلاص $100,000 ومنه البروجكت ده هينتهي في 100 يوم تمام، عشان السؤال يكون السيناريو يكون واضح. طيب ده كده البلاند، ده البلاند كوست، ده البلاند كوست. يس انت خدت البلاند كوست بتاعك $100,000 وعايز البلاند تايم ينتهي في البروجكت ده 100 يوم تمام. طيب الليله البروجكت بتاعك ده الليله له 20 يوم مما بدا. طيب مفروض حسب انت البلان الخطيم الخطيه مفروض انك انت تكون صرفت $20,000 صح؟ صح. ومفروض يكون في 20% من البروجكت ده انتهت تمام؟ تمام. طيب. لكن انت لما جيت حسبت الاكشوال كوست لقيت انه والله يا اخي انت صرفتها $17,000 والشغل اللي انتهى لما جيت عملت له استيميشن عملت له يعني تشيك ريفيو لقيت انه 18% فقط انتهت من الشغل، معناه انت دفعت $17,000 في 18% من الـ من الـ من الشغل بتاع البروجكت. واضحه النقطه دي؟ تمام. جود. لو يا جماعه لو في اي حاجه الحته اللي انا عملتها كده بالترتيب عشان نكون ماشيين مع بعض، لو في حته ما واضحه بس وقفوني. تفضل يا استاذه سلمى، يا دكتوره سلمى. سلمى نحن ما سامعينك، انتوا سامعيننا يا جماعه؟ لا ما سامعين. لا ما سامعنا. سلمى نحن ما سامعين. مقفول. احتمال يكون المايك بتاعه مقفول. مقفول يعني. طيب. تفضل يا استاذه نحن منتظرينك. ايوه كده اشتغل. يا سلمى. المايك فتح. آخر نقطة يا دكتور. نعم. آخر نقطة. آخر نقطة. طيب أنت أصلاً خطيتي البروجكت بتاعك ده إني خطيتي له $100,000 وعايز انتهي منه في 100 يوم. لما جيت اليوم العشرين عملتي تشيك لقيت إنه والله يا أخي أنت مفروض تكوني صرفتي $20,000 و20% من الشغل انتهت. لكن لما جيت حسبتيها حسابات بالورقه والقلم لقيت انك والله صرفت $17,000 لكن 18% من الشغل انتهت تمام؟ معناه انت صرفتي $17,000 على 18% من البروجكت. اذا ماشين كويس. اذا تقريبا ماشين كويس يعني. ايوه يعني تمام؟ ممكن نكون كمان عندنا 1% هنا فاير فيرينس. ايوه عندنا زي فيرينس كده، نجي نشوف الفيرينس ده بيطلع لنا كيف. طيب الان فاليو يا جماعه لل 18 يوم، شوفوا دي الفورمولا رقم واحد. عندنا الايرن فاليو لل 18 يوم اللي هي 18% مضروبه في 100 يوم. ال 18% دي جاتني من وين؟ جاتني ده من الشغل، انه هنا والله يا اخي انا انتهيت من 18% من الشغل تمام. ال 18% من الشغل دي انا داير اعرف الان فاليو بتاعها، داير اعرف القيمه المكتسبه بتاعتها. فانا بقوم شنو بضرب 18% في 100 تمام، اللي هي بتجي لي شنو؟ بتجيك الان فاليو بتاع ال 18% اللي هي 18% تضربها في 100. يعني هسه لو عندك الكالكوليتر ضربتها بتطلع لك القيمه بتاعت الان فاليو لل 18,000 دولار بالايام. هناك فوق هنا ضربتها عشان تطلع لك انت دار تطلعها بالايام، وهنا دار تطلعها بالقروش. واضحه يا شباب؟ واضحه. طيب النتيجه انك انت لما معلش في النقطه الاخيره دي. نعم في النقطه الاخيره بتاعت الايرند فاليو. طيب نحن الايرند فاليو يا دكتور عندنا ايرند فاليو للمده وعندنا ايرند فاليو للجروث. حلوين حلو.
انت الاند فاليو للمده بتجيب انك انت البروجكت ده انتهى منه كم؟ انتهى منه 18%، صح؟ 18 ايوه. ولا يوم المفروض ينتهي في كم يوم؟ في 18 يوم. في 18 بتضرب 18% في 100 اللي هي ال 100 يوم. النتيجه اللي بتجيك الرقم اللي بيجيك ده ده الاند فاليو بالايام اللي هو ده انت بتحدد بيه السكيدول بيس لاين بتاعك، هل البروجكت ده ماشي مع الـ مع الـ مع البيس لاين بتاع السكيدول اللي انت خطيته ولا بيهايند. طيب نجي هنا للنقطه بتاعت الاند فاليو دي القروش، انه والله يا اخي اشوف الاند فاليو صرفتها 18000 دولار دي الاند فاليو بتاعها كم؟ اللي هي 18% 18% دي اللي هي القيمه اللي انا صرفتها في الشغل اللي انتهى، بضربها في كم؟ بضربها في الميزانيه اللي انا خديتك بين اللي هي ال 100000 ال 100000 دولار. ايوه تمام. المبلغ اللي بيجيك ده ده اسمه الاند فاليو اللي هو ده الكوست، انك انت الكوست التعريف بتاع الكوست فاليو هو اللي انت صرفته لغايه الان، انت صرفته لحد الان بالضبط، واللي هو المفروض يكون 17000 ما المفروض يكون 18000. 18000 دي بالنسبه للشغل اللي انا اشتغلته البلانت دي، البلانت كوست انا كنت اصلا مخططه حسب البادجت بتاعتي، انا خدت انه هصرف في 18% 18000. طيب حلو، لكن انت عشان الاكشوال اللي حصل اللي اتدفع 17000. ايوه يعني الايرن فاليو 17000. لا 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 الايرن فاليو انت ال 17 دي صرفتها، لكن دار تعرف ان ال 17 دي انت الان فاليو منها شنو؟ حيجيك شنو؟ تمام؟ انت ما صرفتها، دي خلاص دي مشت في البروجكت، لكن هل دار تعرف انه ال 17000 دي يعني انجزت ولا ما انجزت؟ يعني القيمه الفعليه للعمل المنجز. ايوه القيمه الفعليه للعمل المنتج. طيب هو كده صح، لكن كده ارجع للتعريف بتاع الان كوست ده. معليش يعني نرجع لل لا جدا ما في مشكله. يلا الان فاليو هنا قال شنو؟ طيب الاستيميتد فاليو اوف ذا ورك اكمبلش. ايوه اكشوال كوست، انكلود فور ذا ورك اكمبلش. طيب يعني الان فاليو هنا ال 18 لكن الاكشوال كوست ال 17 صح؟ بالضبط كده طيب كده تمام طيب يا شباب كلكم الحته دي لحد الان وضع عليكم؟ انا ما وقعت لي شنو؟ ما طوالي وقفنا عشان ما ال 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 البتاعات دي كلها انا ما يعني واحد اللي هي من البدايه يو ستارت تو دي من الصفحه دي. طيب السلايد طيب اوكي ما في مشكله. خلينا القلم بتاعي منها لانه الصوت ذاته كان بيقطع ما يعني ما سامع. تمام ما في مشكله. طيب انت هنا القلم بتاعي ده معلش الليله طار ما قادر اشتغل بالستيكر. طيب نحن نجي هنا انت وقع عليك الحته بتاعت انه نحن خدتينا للبروجيكت ده 100000 ايوه وانه البروجيكت ده المفروض ينتهي في 100 يوم. اها طيب انت جيتي في اليوم رقم 20 تعملي شكل البروجريس بتاع الشغل بتاعي. اها مشيت فقدتي الحساب بتاعك لقيت انه في 20000 دولار اتصرفت من ال 100000. اها ومفروض انه شنو؟ انه الشغل 20% يكون اكتمل. ايوه تمام ده حسب انت الحاجه المخططه ليها. ايوه لكن في الحقيقه انت لقيتي انه والله يا اخي الصرف ما صرفتي بس 17000 دولار والشغل اللي انتهى 18%. تمام معناها انت صرفتي 17000 دولار وكمبليتي 18% من جمله الشغل بتاع المشروع. ممتاز. تمام طيب انا داير اعرف الاند فاليو بالايام. هي بضرب ال 18% كويس. 18% من الشغل اللي انتهى بضربه في 100 يوم بتجيني الاند فاليو بالايام. بتجيني الاند فاليو بالايام يعني الايام الحقيقه البروجكت ده اشتغل ما انسيني من ال 20 يوم، ال 20 يوم دي ما ممكن يكون ما 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 نظيفه اشتغلت يعني ممكن يكون اروى دي والله يوم في نص اليوم كده صاحبته ضربت لها قالت لها يا اخي عندنا عيد ميلاد
صاحبتنا ما كملت لك بعد اليوم ده، ضيعت جات مطر اخرت الصبح كويس. فدي كلها شنو دي هنا؟ انت ما بتقولي والله بس الليله البرجيك ده لي 20 يوم، ده كلام فطير. انت بتيجي تحسبيه حساب دقيق انه والله 18 من ال 18 دي من ال 18 في ال 100 تضربيها في ال 100 يوم بتاعتك، الايام دي معناها ده الايام الصافيه بتاعت البروجكت اللي اشتغل اللي تم فيها الشغل. تمام طيب تمام. بنفس المقياس انت بتيجي تضربي ال 18% تضربيها في 100,000 عشان يطلع لك انه الكوست. انت ما قلتي بس انت على حسب البلان بتاعتك المفروض تكون الليله يوم 20، المفروض انا اكون صرفت 20,000 دولار. لكن ده كلام ما يعني ده ما تخمين. انت تجي تحسبيه بالان فاليو تضربي 18% في ال 100,000 دولار عشان يطلع لك الاكشوال كوست اللي انت صرفتيه لحد المده الزمنيه اللي بيصير البروجكت. تمام وضحت. تمام طيب الله يعطيك. نمشي نشوف الريزلت انه والله يا جماعه اليوم ال20 ده افتر ستارتنج ذا بروجكت بات يو سبند 17%. ده حسب نحن حسب المعطيات بتاعت السيناريو. تمام الاكشوال كوست في ال20 يوم ده اللي هي انت تيجي تعمل له كالكوليشن بالتضرب ال18 18% في 100 والاكشوال كوست 17000 دولار كويس. ده ريليتد كالكوليشن تمام، يعني انت لو ضربتها المفروض توصل لك الحاجه دي. لكن انت بتنسى المواضيع دي كلها، النادي بترجع بتعملها بالمعادله دي. تمام دي هنا دي المعادله دي اللي هي السكيدل فاريانس اس في، ده بيديك شنو؟ ايكوال الاستيميت فاليو سوري الايرند فاليو ماينس البلاند فاليو. نحن هنا لو رجعنا للسيناريو ده البلاند فاليو بتاعنا كم؟ 18000. البلاند فاليو 20000. البلاند فاليو المفروض يكون 20000 للحته دي صح؟ صح. لكن لما نحن جينا حسبناه ما طلع لنا 20 اللي هو الاكشوال 17000. اطلع لك 18% في 18 صح؟ فانت بتيجي بتخدها في المعادله دي عشان انت تطلع لك الاكشوال، يجيك اللي هو يجيك السكيدل فيرينس، يجيك انك انت المفروض الايام بتاعتك الحقيقيه اللي انت اشتغلتها كم؟ اللي هي الاند فاليو ماينس البلاند فاليو. تمام؟ البلاند فاليو يا جماعه ده البودجيتد اماونت ثرو ذا كرنت ريبورتنج بيريود. البلاند فاليو ده زي ال 20000 اللي احنا قلنا والله يا اخي البروجكت بتاعنا ده الليله يوم 20 المفروض يكون صرف 20000 دولار، فدي احنا البلاند فاليو بتاعتنا. طيب الاكشوال كوست ده يا جماعه الاكشوال كوست اللي احنا صرفناه اللي هي 18% في 100 اللي هي 18000 دولار، دي فعلا احنا صرفناها ده الاكشوال كوست. فلما تمشي تجي تشوف الاكشوال كوست الاند فاليو اللي هي ده التوتال، دي احنا قبل شويه عملناها توتال بروجكت بودجت ملتبلاي باي 100% اوف ذا بروجكت كومبليشن اللي هي الحته هنا دي الحته دي هنا. تمام ده الاند ده الايرند فاليو بتاعنا في النهايه ده اللي هو بيجيك شنو بيطلع لك الحته بتاعت الاكشوال كوست. طيب الحته دي طبعا بتوضح لكم اكثر يا جماعه بالامثله. طيب لما يا جماعه هنا الحته دي تجيك اقل من لما تجي هنا السكيدول فايرنس لما يجيك اقل من زيرو كويس، لما يجيك اصغر من زيرو معناها البروجكت بتاعك ده بيهايند سكيدول، معناها انت عندك مشكله. تمام لما يجيك يا جماعه البروجكت بتاعك لما يجيك السكيدول فيرينس دي بتجيك ايكوال زيرو، يعني حسبتها جاتك زيرو 18 ناقص 18 جاتك زيرو، معناها البروجكت بتاعك ده ماشي زي ما انت مخطط له. لما يكون السكيدول فيرينس تكون اكبر من زيرو معناها انت متقدم في المشروع بتاعك، وبرضه دي حاجه بالمناسبه ما كويسه. لو انت قدام يعني مثلا انت المفروض الليله البروجكت بتاعك ده الليله اليوم ال 20 المفروض البروجكت بتاعك يكون انتهى 20%، انت جيت انتهى 25% معناها في حاجه غلط.
طوالي انت تمشي تراجع، تمام؟ تراجع ممكن تصل لك حاجه غلط وممكن ما تصل لك حاجه غلط، لكن ده بيديك بس انديكيشن انه في حاجه يو هاف تو ثينك اباوت. يو ار نوت اون ذا اون تراك. نعم، يو هاف تو بي اون تراك. بالضبط كده، يو هاف تو بي اون تراك. يعني لازم لما تكون في انت 0.5 0. يعني دي كلها حاجه جميله يعني. تمام تمام. برضه الحاجات دي يا جماعه بتوضح لكم بالامثله اكثر يعني، ما 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 يعني ان شاء الله بكره الكويز بتاعتنا حتكون بس مثال، يعني حجيب لكم امثله للموضوع ده، يعني حجيب لكم كم مثال في السكيدول فيريانس وفي الاكشوال كوست والايرنت كوست والاستيميتد كوست. تمام، اصلا دي ما حتقع لكم يا جماعه مهما زول شرحه ومهما قراه، يعني حتى لو خلاص هسه وقعت له بعد شويه ثاني بتطش الحجر بتسوي بالمثال. فهسه انتم المثال بتاع ال 20 بتاع ده انا شايفه مثال واضح. تمام، المثال ده بس يعني اي واحد يعني يراجعه ثاني. انا عندي والله 100 يوم والبروجكت ده خدت له وانتهي في 100 يوم وخدت له 100000 دولار. تمام، جيت انا في اليوم ال 20 اعمل تشيك حسب البلان بتاعي، المفروض البروجكت يكون 20% انتهت و 20000 دولار، لكن لما مشيت حسبتها لقيت انه والله انا صرفت 17000 دولار و 18% من البروجكت انتهت. تمام، ده برضه كله انا بعتبره انه كلام نظري. انا لو ما جيت عملت الاند فاليو، عملت الفورمولا دي، انا ما بقدر اضبط اموري، فده بكون كله كلام انشائي. تمام، طيب بكره ان شاء الله حنواصل في نفس الـ الاند فاليو، حناخذ فيها حديكم كم بكره كم امثله في الكويز عن بس الحته دي، وبكره حنواصل بامثله ثانيه نشوف انه البروجكت بتاعنا حيكون لما الاكشوال كوست يكون اكبر من زيرو واقل من زيرو، ويكون يعني برضه في قيم انت بتقدر تحدد بيها البروجريس بتاع الريبورت بتاعك. فبكره ان شاء الله حنشوف الفيريانس في الان فاليو مانجمنت، وحنشوف الفوركاستنج، يعني انت بتتنبا من الاي في ام، بتشوف انه البروجكت بتاعك ده ماشي على وين. تمام، والاند فاليو اكشنز نشوف الاكشن بتاعتها، يعني هي نحن بنستعملها المفروض نستعملها 200 في البروجكت. تمام، بننتهي من الحاجات دي كلها بكره ان شاء الله بنكون ختمنا الكوست البروجكت كوست مانجمنت بلان، بنبدا في البروجكت كواليتي مانجمنت. خالد انت كبير نبهتني للانتبريشن دي انا ما صلحتها، والله صلحتها يا دكتور. أيوة. صح صح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا دكتور لو برضو اديتنا امثله للكريتيكال باس، يعني اديتنا في الامتحان امثله للكريتيكال باس، ولا اصلا ما بيجي في الامتحان الكبير؟ اوكي، لا في الـ في الـ في الامتحان هو ما يعني ممكن يجيب لك شنو، يجيب لك ثلاثه تراكات او اربع تراكات يقول لك يا اخي كريتيكال باس بتاع مين. فالكريتيكال باس يعني بنجيب ممكن اجيب لكم فيه سؤال، لكن دائما السؤال بتاعه بيجيب لك التدريبات جاهزه. اي تمام، يعني ما بيطلبوا منك انت تعمليهم اللونجست باث بس. بالضبط كده، بالضبط كده، ممكن يكون فيه اثنين او. وبعد ذاك الحاجه المهمه تعرف انه البروجكت لو كان فيه اكثر من كريتيكال باث ريسك، هاي ريسك، بيكون هاي ريسك. ايوه يا دكتور. تفضل يا دكتور. الريزلت بتاعت الريزلت بتاعت السكادول فيرنزي، ايوه، لما تكون اكبر من زيرو واصغر من زيرو، ولما تكون ساوي صفر، الريزلت بتكون شنو؟ طيب لما تكون اصغر من زيرو، السكادول فيرنس بتاعك لما يكون اصغر من زيرو معناه البروجكت بتاعك ده يعني ورا شديد، يعني متاخر ماينس، يعني ايوه يعني متاخر من متاخر من البلان. يعني انا مثلا انت والله مفروض بيوم 13 ليله يوم 13/5 مفروض انا البروجكت بتاعي ده الليله تكون انتهيت من الصبه. تمام، لما جيت انت حسبت السكيدول فيرينس بتاعك لقيت انه والله يا اخي اقل من زيرو، معناه انت ما وصلت مرحله الصبه خلص الجدول. تمام، لكن لو ضربتها يعني مثلا انت ما قعدت المشروع الليله. تمام، لكن لما جيت ضربتها لقيت انه مفروض والله يا اخي السكيدول فيرينس بتساوي زيرو. تمام،
ضربت لي اروى اللي هي ماسكه قاعده في المشروع هناك، ضربت لها كيف عملت الصبه؟ تقول لك والله احنا عملنا الصبه، معناها خلاص انت حساباتك على الخطه بتاعتك امورك كلها تمام. ضربت لهم قال لك يا اخوي احنا والله الصبه دي عملناها من الاسبوع الفات، وانت هنا جيت عملت السكيدول فيرينس بتاعك لقيت انه اكبر من زيرو، فمعناها الجماعه ديل فعلا اهيد يعني متقدمين من ال متقدمين الجدول. يلا اهيد 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 السكادجول دي في حاجه من اثنين، يا انت متقدم بطريقه كويسه يا اما متقدم وفي مشكله نسوا السيخ مثلا. بالضبط كده. او في مشكله في السكوب. او في مشكله في السكوب. يعني في كل الاحوال، في كل الاحوال انت يعني لما تصل لما تحسب السكيدول فيرينس بتاعك ده وتلقاه اكبر من زيرو، معناها في انت عندك معناها في حاجه انت تمشي تراجعها، معناها something alarming. زي ما قال لكم محمد ما بالضروره يكون حاجه سيئه، لكن انت لازم تمشي تراجع الاكتيفيتيز بتاعتك دي كلها، تجيب اي زول مسؤول من 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 اكتيفيتي تجيبه، يا عامر يا خالد يا زبير تمام، تعملوا تشيك تشوفوا حاجاتكم والله كلها في سليم، معناها امورك تمام، معناها ناس زي بس ناس مجتهدين وظبطوا لك الامور وناس خبره يعني. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا دكتور؟ كنت عايز اسال بالنسبه للبرضه سؤال في الكريتيكال باث. ايوه لما يدونا التابل بتاعت فيها الاكتيفيتيز وترسم الكريتيكال باث يعني، فهل دايما بيدونا السكسيسر ولا ممكن يدونا البريديسيسر هناك في الكولم الثاني؟ لا هو شوفي هو غالبا ما بقول لك يعني في معظم الامتحانات ما بقول لك ارسميه، لكن لو قال لك ارسميه بيدوك لهم الاثنين السكسيسر ولا البريديسيسر. ايوه بيدوك البريسيدر والسكسيسر، بيدوك لهم الاثنين، لكن هو غالبا يجيب لك جاهزات مرسومات بس تختاري الاجابه الصحيحه. انه ما في وقت يا دكتور. بالضبط كده. ايوه بالضبط كده. عشان كده بيدوك لي جاهز. بيدوك لي جاهز. ايوه كل امتحان يعني كله بيجي انترفيوز. ايوه في سؤال يا شباب؟ عفوا يا دكتور. تفضل يا خالد. بالنسبه للتايم انت الان ما دام الزمن حقك اتغير فخليه، احنا ما عندنا اشكاليه انه تعمل اعاده ضبط الزمن بيناسبك. لا لا انا ما عندي مشكله بالمناسبه، انا ما عندي مشكله، انتوا شوفوا وقتكم يعني لو حسيتوا. لانه سمعت شويه من الدكتور انه سافرت وكذا ف لا لا هو بالعكس كده، انا كده بقيت يعني وقتي بقى ابدر يعني ما زي زمان يعني ما بساهر. لا تمام كده قربت مننا يا دكتور. بالضبط كده. ايوه دي مصلحتنا نحن. ايوه الا بس يتضرروا الناس اللي في السعوديه وفي قطر انه يقولوا بيبقوا ساهروا. ايوه لكن في كل الاحوال انا ما اجز يعني ما عندي مشكله يعني، دايرين واحده صباحا، دايرين واحده ظهر، دايرين في وقت واسع السابت 11 ما عندي مشكله. يا شباب بس معلش النقاش، ناقشوا اكثر في الـ في الـ في الجروب، ناقشوا الاسئله. ويعني اليومين اللي فاتوا حسيت شويه كده البنات يعني يحبطوا كده. ها الاسبوع الجاي في امتحان يا جماعه، ما يعني ما خليكم جاهزين له. الامتحان يا دكتور بيكون مغطي الجزء اللي فات ده ولا للجزئيه الجديده بس يعني؟ يعني الامتحان الجاي حيكون لحد اخر حاجه وقفنا فيها، حيكون فيه الانتجريشن والسكيدول والكوست والسكوب. يا دكتور ان شاء الله يكون صعب. ويكون فيه الكواليتي كمان. يكون صعب يا دكتور. يكون صعب؟ يعني الاول كان سهل؟ اسمع ده تحدي، تحدي لهم يا خالد. الاول لما كان اسهل من الكويزات القديمه يعني. ايوه يعني دايره تجديد، انت دايره تعذب الناس يعني. ما هو انا دايره اغلط عشان استفيد كده، ما حستفيد. أوكي. لو ما جبت 30 كده، لو المره الجايه لو جبت 30 بقوم بزعل اجري زياده. انت جبتي 95 معنا.
لا انا ما جبت 75 والله، جبت 70 جبت 70 بس، جبت 70. كويس طيب. طيب ما خلاص يلا احنا دايرين 100% عشان نقول انت بعدك نرجع لل 30%. انا غلط زول لما يغلط احسن له واشوف. طبعا طبعا هو يعني العطر بيصلح المشي. اي ايوه بس تعرف نفسك قدرت وين المهم ما يترك شنو عشان ما عشان ما تقع في نفس العتبه ثاني. يديكم العافيه يا شباب، كتر خيرك يا دكتور. الله يسلمك. ما شاء الله الناس اللي بيحلوا الكويز بيقوا نسبه عاليه يعني بيقوا عاليه، لكن بس تذكروا يا جماعه لما تفتحوا الكويز في الكلاس روم اعمل مارك اصلا، اعمل على كليك عشان السيستم ما يعمل لك ميسين. تمام والله دكتور انا هسي ما عارف، انا قاعد احل الكويز لكن ما عارف الفيدباك فعلا، انه انا يعني مرات بيجيني ايميل مرات ما بيجيني كونفيرميشن للايميل بانها اتحلت، فما بكون عارف ما بكون عارف انه انا حلت. يعني بفتح بعد يومين بلقاه ما نازله في الكلاس روم مثلا او في الكلاس. طيب انت في في حاجه اعمل شفتها، اعمل كليك على مارك اصلا. اوكي دي لانه انا عندي هنا بتصر لي يعني، حتى لو انت النتيجه ما جاتك انا ممكن اعمل لك ثاني لا ريليس يعني مره ثانيه. اوكي تمام. ماركة أصدن دي يا دكتور فيها توحيد بتتلقي ما في الكلاس روم، انت لما تفتح شفت الكلاس روم فبس بتل انا رسلت لكم سكرين شوت مبارح في الـ في الـ في الجروب، فلما تفتح كده خلينا انا لو قدرت بس افتح الكلاس روم سريع كده اعملها قبل ولا بعد؟ ما مشكلة، بس المهم بس اعمل على كليك قبل ما تنتهي من الـ من الـ من الـ من الكويز او بعد يعني ما فرقت. انا اصلا انت انا بمتحن ما قاعد امتحن من الكلاس، بمتحن من الرابط طوالي. امتحنوا من الرابط طوالي ايوه، عشان كده ما بتصر لكم. يمكن ده السبب. ايوه ايوه شكرا لك. رسلت على نفسي بس اوريكم لا سريع كده، هي بس دي انا عايز شنو، عشان عايز بنهايه كل اسبوع اجمع الدرجات بتاعت الكويزز كلها واطلع لها افريج لاي واحد فيكم، فلو ما انت عملت لي مارك اصلا دي السيستم هناك بيديني ميسنج يعني مهما انا حاولت انا ما بقدر اغير فيها، انك انت ميسنج دي خلاص يعني ما طيب اوكي اوكي طيب دل السريع كده قبل ما طيب دي هنا خلينا اعمل لكم شير يعني حسن اعيد الامتحانات دي. لا 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 ما تعيديها، بس في الكلاس روم بس اعملي مارك اصلا. خلاص تمام. اي واحد كملتيه فبس خلاص. اوريكم لا في شير هنا ظهر لكم. لا لسه السلايس هذا اوكي ايوه كده ظهر. طيب انا لما هنا اجي اعمل اوبن الكويز هنا بس في الحته دي شايفه مارك اصلا ايوه، بس اعمل على كليك يعني يا قبل يا بعد ما بتفرق، المهم بس اتذكر انك عملت على كليك انا طوالي بتظهر لي انه خلاص يعني انت كملت عملت الكويز، بعد ذاك بنقول الدرجه بتاعتك بخطها في الكلاس روم عشان اقدر اديكم في النهايه اديكم الدرجات بتاعتكم. خلينا اوريكم الدرجات بتاعتكم حتكون شكلها حيكون كيف، لانه بيعمل السيستم بيعمل لك افريج لها كلها. ده هنا ال بعدين يا دكتور اديني الدرجات بتاعت اسامه بالغلط عليك الله. الدرجات بتاعت اسامه؟ ايوه اوكي جدا ما في مشكله. طيب دل شايفين دل 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 شكل الكلاس روم عندي تمام؟ فهنا ماركس، فلو لاحظتوا بعد في يعني مثلا خلونا نمسك بس خلي السيستم يعمل لودي، شايفين هنا ميسنج دي؟ شايفة ميسنج يعني الغصوات دي ما تخليها عملت ميسنج لأي امتحان، لكن بس احتمال تكون بس ما عملت مارك اصلا. ديل هنا اللي بتظهر لك يعني بالاخضر ديل معناه مارك اصلا، يعني مثلا هنا عندي في الاسم ده انا شكلي يعني حعمل له ريموف. دي انا كده افتحه معقول ده
هنا الايميل شنو؟ الايميل ما واضح عندي هنا في الحته دي. انا الايميل اوني هاد. لا لا ده ما يتخلي ده ما ينجي كذا يا دكتور. شوفني انا. طيب شكله ما ضاع حاجه معايا اصلا، ما حصل جاتنا ولا سويته. نهاد انت شفت عندك واحد ميسنج اللي هو ده شاف التيست البراكتيك تيست. أيوة. بس تكوني ما عملتي مارك اصلا. ايوه تمام. روى انت عندك ايه شايفه؟ 1 2 3 كويس. وانا طبعا شكله مستمع، اسمي ما قاعد يجي هنا صح؟ انت الله مستمع كله ميسنج يا دكتور. شوف 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 مستمع دي حلوه. شوف يا دكتور شوف 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 ولا واحد انا عملت له مارك اصلا، لكن بحله من الصفحه بتاعه من الرساله بترسل. طيب عشان كده بقول لك هو طوال السيستم هنا بيشوف انك انت ما 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 عملت، يعني حتى لو حليته من هناك انك انت ما عملت له. يعني هسه اوتوماتيكلي ما قاعد يجي هنا، ما قاعد يجي هنا، هو بيصهر عندي يعني. كويس. يعني هسه انا لو رجعت لك كويس بلقاك انك انت حليها، لكن هنا في الكلاس روم عشان بعدين اجي اديكم ال. طيب انا اصلا كده خلاص ان شاء الله حابدا من بكره بشتغل بعيد المحاضرات كلها، لانه في محاضرات انا ما حضرتها. تمام. يعني لازم اعمل لك الكويز بتاعتها من جديد واعمل لك مارك اصلا لها. جدا جدا. شوف بس هنا مثلا الناس اللي وصلوا الكويز 30، الناس الهانديد تون. ايوه الهانديد ان 6. كويس. مع انه هي ما 6. شوف انا لو فتحت لك، انا لو فتحت لك الكويز يعني ده البراكتس تيست، لكن خلينا نشوف الكويز بتاعت الليله. انا كلهم حليتهم الا انا كلهم 15. انا كلهم حلهم. ما انتوا كلهم حلهم، بس مشكلتكم ما بتعملوا مارك اصلا. مارك اصلا بس هي مشكله. بس شوف مارك اصلا دي بس اعمل لها تمام عشان بعدين شنو اطلع لكم افريج، وانت تشوف الاداء بتاعك كيف، يعني تشوف البروجريس بتاعك، تشوف نفسك بيهايند ولا هيد بالضبط كده. فتح ولا اون تراك، تتعامل مع الكورس ده، تتعامل معه ذا بروجكت تعديل يعني. لا ان شاء الله تطبق فيه. يعني شوف الدرجات بتاعتكم. طب يا دكتور ما بتتعالج اذا دخلنا ثاني الايميل وشويه؟ لا عادي عادي جدا، بس تخشي في الكلاس روم اي واحد انت عملتيها، بس اعملي مارك اصلا بتصهر. طيب انا لو الواحد عملته ودخلت فيه ثاني بديني انه انا عملته ولا ما بديني؟ لو انت عملت مارك اصلا. لو ما عملت مارك اصلا لا بيقول لك ما هو شنو الكويز ما مربوطه. يعني انت لو عملت مارك اصلا ودارت تعملها ثاني ممكن تعملها، ما فيها مشكله دي. بس مارك اصلا دي لي انا، يعني انا بعدين عشان ما بديني انه ما ميسنج بقدر بخط لك. يعني ناسي ده انا لو رجعت لاروى مثلا في اللي عملته ميسنج، لو حاولت انه اخط لها الدرجه لسه بيقوم شنو ما بديك الاكشوال درجه بتاعتها، لان باعتبار انها دي سلمت بعد الديو. ايوه بعد الديو دي. ايوه تمام. لكن انا هعملها مانوالي، بس هعملها مانوالي عشان اطلع لكم الافريج بتاعكم. طيب تمام تمام. والديو بكون في نفس اليوم الساعه 12 بالليل ولا لا حسب انا سيدي؟ في بجيت بخليها لكم ليه ثاني، يعني مثلا الكويز بتاعت الليله بخليها تكون ليه بكره ما الليله. خلاص كده تمام 100% تمام. عشان لانه فرق الزمن. انت عارف يا دكتور الكويز انا مع قلبين اليوم هنا برضه، فبتبقى من تصل احنا بنكون نايمين يعني من اصحى بلقى المحاضره جات، فمرات بحلها بعد المحاضره يعني. ايوه صح. عشان كده انا خليتها ثاني يوم. الحاجه الجميله يا جماعه في، بس معلش اخذ من وقتكم بس دقيقه واحده. طيب الحاجه الكويسه لانه انا مصر انه الكلاس ده يكون 30 طالب، ما يكون اكثر. يعني اسال الناس في الفيسبوك كده برضه الرساله دي موجهه لهم، يعني انا يعني حابب انكم كلكم والله تكونوا معنا، لكن دي البتاع ده يا جماعه انا بكون فاتحه في اليوم اظن اكثر من 5 ساعات. بجي بشوف مثلا، خلونا مثلا في السؤال ده بشوف انه والله السؤال ده انا عندي 96 طالب او 96% منكم او كم تقريبا 16 طالب جابوه صح. تمام 16 من 23 معناه انا ما عندي مشكله هنا. ده هنا برضه ده هنا النسبه عاليه جدا يعني برضه في السؤال. لكن مثلا يجيني سؤال، خلونا نشوف السؤال ده هنا مثلا، السؤال ده 8 بس يعني 8% جابوه صح. لا سوري 8 طلاب جابوه صح. معناه السؤال ده انا عندي فيه مشكله اللي قدام، انا بحاول شنو بقوم بكرره ثاني بصيغه مباشره وغير مباشره عشان الناس الحته تقع عليهم. وبرضه انا شرحت قبل ثاني لانه حاسس انه في
يعني في 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 ميس اندرستاندينج في الحته دي. فعشان كده الحته دي انا الاستاتستيك ده مهم جدا بالنسبه لي. فاسي مثلا برضو السؤال ده بحس انه والله يا اخي السؤال ده فيه فيه مشكله لانه 10 بس جابوا صح. السؤال ده 15 من 23 ما فيه مشكله. السؤال ده 13 يعني 11 كده 16 من 23 ما بطال تمام. فانا الاستاتستيك ده مهم يعني لما يكون عندي يعني نتخيل ان انا عندي مثلا 70 طالب صعب جدا اعمل لهم تراك. وفي النهايه انا اللي بيهمني عشان 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 الطالب ده هو ذاته انا ما المحاضره دي انا ما كده بعمله وعامله في اليوتيوب وفي في الفيسبوك وكده الناس بيشوفوها. لكن الطالب عشان هو يعرف نفسه ماشي وين في الحته دي او هو من الحته دي هنا يعني انا بقدر يعني بقدر اسجل بقول والله فاطمه ما شاء الله ماشيه كويس جدا جدا نهاد عايزه امبروف في الحته الفلانيه عامر ما شاء الله ستارت تو بيك اب يعني كده يعني انا بكون عارف انه والله المستوى بتاع الطلبه بتاعي كيف وماشيين كيف ومحتاجين ليش خطيرين ديل منهم فاطمه ولينا والله لكن ما شاء الله انه فاطمه ما شاء الله فاطمه ما شاء الله فاطمه وابراهيم روح انا ما شايفك هنا ليه انا في اي امتحان ده انا جبت 90 كمان ها انت جبت 90 لكن ليه ما اسمك ما ظاهر والله يكون اسمع بيكون بيوند ال اي اكثر من ال انا انت عارف يا دكتور الثانيه بخط الرابط انا الثانيه الثانيه بقوم بمشي احله فانا طوالي قال انا لما بخط الرابط برجع بهناك طوالي بلقى روها ما شاء الله انت كلام عجيب ايوه ما شاء الله دكتور الناس شغالين يا زلمه الله ما شاء الله انت ذاتك والله ما شاء الله ما يعني الاجتهاد المجتهد انت والله نحن ربع ما مجتهدين بدايه ان الله انما يدل على انه نحن ناس والله كسلانين داري لنا دقه بس انت عارف ما هو شوف التعب بتاعنا ده كله انا لو ما عملت كده تعبنا كله ما تعب يا حضرتك تعبكم كلكم لو ما انا عملت لكم الحاجه دي ما حتستفيدوا بالضبط كده ايوه صحيح فلازم يكون فيها اطراك للبروسيس ونشوف نحن والله الاستيميشن اللي خدتينه وكده وبعدين عشان لانه في الدوره دي حتكون مستمره يعني هسه في ناس منتظرين بفرغ الصبر بعد العيد لا لا باذن تعالى ان شاء الله عشان لو حصل اي حد نعمل تشينج ريكويست يعني والله يا دكتور انور ممكن مثلا ده نغير الوقت والله يا اخي الاعلام بتاع النائب محتاجين له ماتيريالز محتاجين له اسمه لان ناس على السبونسر بتاعنا باعتبار انه دكتور انور يعني صحيح يكونوا العافيه يا شباب اخذنا من وقتكم وكثر خيركم اديك العافيه ان شاء الله يا دكتور بالنسبه للتيست يا تول ميسنج الاخير ولا النمره 2 دي انا بس الاخيره لامس بس امشي اعملي مركز ضم بس دي الحاجه تمام تمام محمد يوسف الو السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله دكتور كنت استفسرت من الكويز الاول فبيجيني رسالة في الإيميل إن الكويز ده لازم أحله تاني يعني لما أرجع له ولقى ما فيش ما بيفتح معي. تلقاه ما فيش ما مشكلة سنحل لك المشكلة. جدا تسلم. ممكن ترسله تاني يا دكتور التست الأخير ده. جدا ما في مشكلة. تمام ديك العافية. الله يعافيك طيب. الكويز رقمي ون. عامر دليل أنت يا جماعة مالو ساكت ما سمعنا له صوت نهائي. موجود يا ريس انا موجود اخبارك شنو كله تمام 100% والله الحمد لله جزاك الله عنا كل خير يا دكتور جزاك الله خير جزاك الله خير وجزاكم الله يديك العافيه حنكون بزنس مان اند وومن بزنس هاي بزنس نقلب بزنس يا اخي ضروري يعني البروجكت مانجمنت دي يعني مهمه جدا طيب تمام حتصل لك يا محمد تمام كلام جميل يا دكتور تسلم الله يديك العافية تسلموا يا شباب يديكم العافية يديك العافية خلاص بنتظر خلاص تمام بفتأسف خلاص لو رجعت بتلقاها فاتحة كويز رقم واحد يا دكتور ربنا يجزيك كل خير يا رب ويجزيك الله يديك العافية بارك الله فيك أنا الأخير ده بس عايزاه تاني
الأخيرة بتاعت الليلة؟ أي لا بتاعت الليلة فاتحة لحد بكرة. لا يا طول الكويز اللي أنت قلت لي ما ظاهر. لا بس البراكتس الامتحان اللي عملتيه والامتحان الأمس البراكتس أو الأمس أمس والله الأمس والامتحان كان من دين. الامتحان عملته من الرابط. هاي بس عشان كده أرجعي للكلاس روم وأعملي عليه مارك أصلا. خلاص تمام محمد يوسف خلاص البتاع دي أبديتت. تسلم تسلم يا دكتور. الله يجزاك الله خير يا شباب تسلموا. الله يخليك. الله يسلمكم شكرا جزيلا. مع السلامة. دكتور خير. سلام.